في عيش الخبر أينما كنت. آخر كلمة حكى لي إياها قال لي أنا طول عمري مشروع شهادي. هذا ما دار بين أم طارق وزوجها في آخر زيارة له في السجن، زيارة لم تكن تعلم بأنها ستكون الأخيرة، احتفظت بها بمشاهد من جسمه الهزيل ومرضه الذي أنهك قواه دون رعاية أو اهتمام من السجان الإسرائيلي، وكلمات خانقة تخرج من حنجرة طغى عليها مرض السرطان، كلمات كانت تحوي بداخلها معالم الحرية والشهادة التي تغنى بها الأسير ميسر أبو حمدية لتعزف كلماته وينال الحرية والشهادة معا. احنا كنا متوقعين انه يجي للأردن عشان يتلقى علاج في الأردن، فكانت انه استشهد ميسرة، وانا في الساعة اللي كنت استنى فيها انه ميسرة جاي ليتعالج فقرأت على التلفزيون، فتحت لهم بيحكوا خبر عاجل استشهد ميسرة. الأسير الشهيد ميسر أبو حمدية خلف وراءه زوجته وأربعة أبناء، أصغرهم علاء الذي أكرمه الله بزيارة لوالده رغم مضي فترة على مرورها، إلى أنه يفتخر بها كما يفتخر بأبيه، وطبعت في ذاكرته وردد كلماتها وذكرياتها للجميع. آخر زيارة كانت قبل شهرين، طبعا كان الوضع الصحي مبين على معالم وجههم، مبين على مشيهم، مبين على كل شيء. اشتكى لي الألم اللي تعرض له، طبعا نصف الزيارة وأنا مش فاهم حديثه لأنه الورم اللي كان في الحنجرة تاع السرطان كان ضغط على هون فما كان بيقدر يتكلم. الأسير أبو حمدية ينضم لقافلة شهداء الحركة الأسيرة لتستقبل الخليل خلال الأشهر الماضية ثلاثة من أبنائها شهداء بعد أن قضوا جراء التعذيب والإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية. أسير آخر يعود لمدينة الخليل محمولاً على الأكتاف، أسير آخر يعود شهيداً ولم يلتئم الجرح السابق بعد. الأسير أبو حمدية ينضم لقافلة شهداء الحركة الأسيرة مخلفاً حزناً عما أرجاء المدينة. لتلفزيون القدس، محمد العدم، الخليل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.